مرحبا أصدقائي، أنا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدرستي. معكم أنا الأنسة بترا وأنا معلمتكم للغة العربية. نحن اليوم بقبل آخر حلقة من موسمنا تاني من برنامج مدرستي، ونحن شفنا كتير قصص وتعلمنا كتير دروس بالعربي، من أحرف لدروس قواعد. تعلمنا أيام الأسبوع، أشهر السنة، الألوان، الأشكال. خلينا اليوم نعمل مراجعة لأشهر السنة اللي هن 12 شهر، وبتبدأ السنة مع أول شهر اللي هو كانون الثاني يناير، شباط فبراير، آذار مارس، نيسان أبريل، أيار مايو، حزيران يونيو، تموز يوليو، آب أغسطس، أيلول سبتمبر، تشرين الأول أكتوبر، تشرين الثاني نوفمبر، وآخر شهر عنا إياه بالسنة هو كانون الأول ديسمبر. وهيك بتكون خلصت السنة وخلصت 12 شهر. بدي منكم هلأ تسمعوا أغنية كتير حلوة، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل يدي وهذا فرض، لا أرمي الزبالة على الأرض. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أسناني قوية، بيضاء نقية، أغسل أسناني وتصبح حديدية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل وجهي، شعري، وعيني، أسمع صوت العصافير حولي، أمشط شعري بالفرشات، وأحب الحياة. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف. بدي منكن هلأ أصدقائي تكونوا مركزين معي كتير منيح، تفتحوا دينيكن منيح، أذهنكن، لأنه بدنا نرجع نعمل مراجعة لحرفين، حرف الضاء وحرف الطاء. نحن شايفينهم ونحن مدونين كل شي على دفترنا، وأنا دفتري صار كتير كتير كبير قد ما مدوني قصص عليه. حرف الضاء وحرف الطاء كيف بينكتبوا؟ تتذكروا؟ انتو كتير مجتهدين، بعرف انو بتتذكروا كل شي وما بتنسوا ابدا. عنا حرف الضاء او الطاء، فينا نبلش طاء ومنقله طه، نوضع خط وهيك بينكتب حرف الطاء. حرف الضاء ظه عنده نقطة،
طاء بلا نقطة، ظاء مع نقطة، وما نعرض صوتنا. ومع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة بينكتب على ذات الشكل، إنما مع الأصوات الطويلة فينا نحط طاء مع ألف بتصير طاء ذات الشكل، ما بيتغير شكله. ظاء مع واو مع نقطة، ظو، ما في شكل جديد. خلينا نشوف نحنا أول صورة من تمريننا على أي كلمة بدل، هل فيها حرف الطاء ولا حرف الظاء؟ عنا غيمة، وهالغيمة عم بتنزل مطر، مطر. حرف الطاء في وسط الكلمة، يعني فينا نزيده على الأشكال. طاء عنده إيدين، متصل من جهتين. إذا حطيت نقطة بصير حرف الظاء، لكن نحن عنا حرف الطاء. عنا هون كوخ، وهالكوخ كيف منروح عليه؟ عبر طريق، طريق. ما نعرض صوتنا أصدقائي، دايما بذكركم ط طريق. حرف الطاء في أول الكلمة، يعني بس متصل من جهة واحدة. فينا نقول شكل جديد، متصل من جهة واحدة، وإذا وضعنا نقطة بيصير حرف الظاء. عنا هون قطار، قطار. حرف الطاء في وسط الكلمة مثل كلمة مطر. عنا هون حيوانات، وعنا فينا نقول مزارع، مزارعة، أشجار، لكن كلها 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 هي شو منقلها؟ حظيرة. كيف تنكتب؟ حظيرة. هل أنا كتبتها بشكل صحيح؟ كلا، هون منقول حطيرة، إنما لما بوضع نقطة بتصير حظيرة. وعندنا حرف الظاء في وسط الكلمة، يعني شكله مثل شكل قطار، طاء، مطر، إنما عندها نقطة. الصورة اللي بعدها، هيدي الأداة بنستعملها لما تكون المسافات كتير بعيدة، بحط هالأداة على عيني بتقرب للمسافات، ومنقول له من ظار، من ظار. حرف الظاء في وسط الكلمة. عنا بالصورة اللي بعدها شايفينها من قبل، ومنقلها هي شجرة كتير كبيرة وبتنزل بلوط، بلو، عم شد علام بلوط. حرف الطاء، نرسم دائرة حول حرف الطاء في آخر الكلمة، حرف منفرد. عنا هون أصابع، لكن هيدول شو منقلهم؟ أظافر أو ظفر. خلينا نكتب أظافر، فينا نقول ظفر، ظفر واحد. بكلمة أظافر عنا ظاء في وسط الكلمة متصل من جهة واحدة، وظاء في أول الكلمة بكلمة ظفر متصل من جهة واحدة. هون الألف ما عطى إيده للحرف اللي بعده، لهيك حرف الظاء كان بس عطى إيد وحدة. وهون عنا بنت كتير فرحانة وكتير متحمسة في كلمة جديدة اسمها محظوظ. أنا محظوظ،
وأنا محظوظة إني معلمتكم للغة العربية. إذن محظوظة ونقطة. عنا حرف الظاء في وسط الكلمة متصل من جهتين، وعنا حرف الظاء أيضا في وسط الكلمة، إنما الواو ما عطى إيده وما بيعطي إيده للحرف اللي بعده، لهيك حرف الظاء اتصل من جهة واحدة مع تاء. وهيك نحنا بنكون شفنا بهالكلمات أشكال لحرف الطاء وحرف الظاء، وعرفنا بفرق إنه طاء ما بنوضع له نقطة، الظاء بنوضع له نقطة. هلأ بدي منكم ضلكم مركزين معي، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. طائرة. طابة. مظلة. بدي منكم أصدقائي هلأ بفقرتنا تحضروا دفتركم وقلمكم. أنتم حاضرينه، لكن ما بدي أبدا يزيح من حدكم، تركزوا عليه وتدونوا كل شي. بدي أعمل مراجعة أنا لأسماء العلم ولأسماء الجنس. تتذكروا شو الفرق بيناتهم، بين أسماء العلم وأسماء الجنس؟ رح أرجع أذكركم. أسماء العلم مثل اسمي أنا، بترا، لبنان، سوريا، العراق. لما أعطي اسم للشخص أو للشغلة، للبلد، أسماء البلدين، هيدول أسماء علم. أسماء الجنس أنا عم حدد جنس، مثل أنا فتاة. لما أقول فتاة بوضعها بأسماء الجنس. لما أقول بترا بوضعها بأسماء العلم، يعني حددت لها اسمها. لما أقول بلد وين بحطه؟ أسماء الجنس، لأنه أنا عم حدد هيدا بلد. لكن لما أقول له اسمه سوريا بوضعها بأسماء العلم. وهلأ تمريننا بيقول أصنف الأسماء التالية. بدي صنفهم، عندي هون أسماء وبدي أحطهم يا بخانة أسماء العلم يا بخانة أسماء الجنس. خلينا نشوف أول كلمة. تمارا. ما في ولا شيء اسمه تمارا، إنما اسم بنت تمارا. يعني أنا وين بضعها؟ بضعها بأسماء الجنس؟ كلا، أنا بعرف تمارا هو اسم فتاة، إنما ما قلنا فتاة تحط باسم الجنس، حددت اسمها، يعني هي اسم علم. تمارا. رح أشخطها. مارون. مارون اسم إنسان، اسم صبي، يعني اسم علم. مارون. عندي هون رسام. رسام هو اللي بيرسم أجمل اللوحات، أنا رح أوضعه بأسماء العلم. خطأ، أخطأت، لأنه أنا ما بعرف شو اسمه للرسام. بعرف هو مهنته وشو بيعمل، بيرسم، يعني أنا بدي أضيفه على أسماء الجنس. إذن رسام ضيفه على أسماء الجنس. عنا طباخ. طباخ هو اللي بيطبخ، بيطهي لنا أشهى المأكولات، من نحطه أيضا مع أسماء الجنس، لأنه أنا عرفت مهنته شو بيعمل مثل الرسام. إذا طباخ، وأنا أشخط كلمة طباخ.
دجاجة، 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 اسم علام، كلا، دجاجة اسم جنس لأنه أنا حددت شو هي. د ج ج. عندنا كلمة مفتاح. مفتاح يعني بنفتح فيه الباب، وهو منه اسم علم لأنه حددت جنسه مفتاح. إذا أنا بضيفه على أسماء الجنس. مفتاح، ورح أشخط كلمة مفتاح. عندنا لوح. لوح مثل هيدا اللوح اللي أنا عم بكتب عليه وبستعمله تفسر لكم الدرس. إذا أنا بضيفه على أسماء الجنس. فينا نضيفه لوحة. روكسي. روكسي منو اسم منو اسم شيء أو اسم حيوان، إنما اسم علم. في كتير ناس اسمهم روكسي. إذا أسماء العلم روك سي منضيف إلن. لميا. لميا اسم فتاة، لكن أنا ما قلت فتاة تضيفه على أسماء الجنس. لميا اسم البنت يعني أسماء العلم. لم يا. وآخر كلمة عنا لبنان. لبنان اسم البلد مثل سوريا، العراق، مصر. إذا أسماء العلم منضيف عليهم لبنان. رح ضيفها بجن لميا. وهيك نحن منكون شفنا أسماء العلم: تمارا، مارون، روكسي، لميا، لبنان. وأسماء الجنس اللي نحن عرفنا نميزهم من أسماء العلم: رسام، هو مهنته يرسم، طباخ لأنه مهنته يطبخ، دجاجة حيوان، مفتاح، لوح لهن أشياء. وقبل ما تنتهي حصتنا لليوم عندي لكم املاء. خلينا نكتب املاء. هيك أصدقائي الإملاء بتساعدكم تركزوا على السمع وتعرفوا تكتبوا وبتتذكروا كتير أحرف. عندي لألكن ثلاث كلمات إملاء. منبدأ مع كلمة شايفينا: ما طر، فيها حرف الطاء ونقله طه. ما طر، كتبتوها؟ يلا خلينا نكتبها سوا. ما طر، حرف الطاء في وسط الكلمة. تاني كلمة إلكن: قطار، ما عم بقلكن قطار، حرف التاء، عم بقول قطار، في صوت طويل مع حرف الطاء، قطار. كتبتوا الكلمة؟ يلا كيف منكتب قطار؟ قطار. أنا بدي أوضع نقطة. خطأ، بتصير قذار، حرف الطاء ما عنده نقطة، منشيل النقطة. طاء عنا في وسط الكلمة، قطار. وآخر كلمة عندي إياها لكم هي محفوظة. نحن تعلمنا كتير محفوظات بموسمنا وبالحلقات. فكيف منكتب محفوظة؟ رح ألفظ التاء، محفوظة. كتبتوها؟ يلا خلينا اكتبها. محفوظة، محفوظة، نقطة بتصير محفوظة. نحن ما لازم نلفظ حرف التاء.
وهيك نحن منكون شفنا أيضا حرف الضاء في وسط الكلمة وعرفنا نميزه بين حرف الطاء. طاء ما عنده نقطة، ضاء عنده نقطة. ولهون أصدقائي مع هالكلمات ومع تمرين القواعد مع أسماء العلم أسماء الجنس بتكون انتهت حصتنا لليوم. بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من كل شي فسرناه وعرفتوا تميزوا بين حرف الطاء وحرف الضاء وتذكرتوا أشهر السنة أيضا. هلأ صار وقت لكم، إلى اللقاء، وأنا بلاقيكم بآخر حلقة مرة الجاية. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. في أنفي أشتم الزهرة، في لساني أتذوق تمرة، وفي عيني كم أبصر طيرة، وبأذني كم أسمع غنوة، وبيدي ألمس هرة. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. Good day my friends, how are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ تعالوا نرجع نتعرف على بعض من أول وجديد تنتأكد أنه صرتوا تعرفون. منبلش بأول سؤال، What is your name? My name is Grace. How old are you? أديش عمرك أو عمرك؟ I am 10 years old or 7 years old or 6 years old. What are your hobbies? شو هن هواياتك أو هواياتك؟ I like basketball. بحب كرة السلة. I like playing the piano. أو the flute. What do you like? بعد في سؤال، إذا سألت أنا وين بتعيش أو بتعيشي، شو بقول؟ Where do you live? I live in Lebanon. Where do you live? فينا نقول I live in Syria. I live in Iraq. I live in Egypt. بمصر. Where do you live? بتكملوا أنتوا السؤال. بعد في سؤال، How is the weather today؟ كيف الطقس اليوم؟ Is it windy؟ عاصف؟ Snowy؟ مثلج؟ Rainy؟ ممطر؟ Or sunny؟ مشمس؟ هون عنا It's sunny، الطقس مشمس. أصدقاء اليوم بدنا نقرأ مع بعض تكست صغير، بدنا نتهجي سوا مثل ما تعودنا، وأنا كتير مبسوطة منكم لأنه صرتوا شاطرين وعم تعرفوا تتهجوا معي. نتوقف مع سونغ كتير حلوة بسمعها أنا وياكم وبرجع لكم. مامي، دادي، برادر، سيستر، جرانبا، جرانما، and me. مامي and me، دادي and me. My family، I love my family. مامي، Daddy, brother, sister, grandpa, grandma, and me. Brother and me, sister and me, they're all my family, so much dear to me. Mommy, daddy, brother, sister, grandpa, grandma, and me. Grandpa and me, grandma and me, I love my family, and my family loves me. Mommy, daddy, brother, sister, grandpa, grandma, and me. هلا يا حلوين, open your eyes well, افتحوا عينيكم منيح, and look at the board, واطلعوا على اللوح. Reading, عنا هلا قراءة. رح أعملكم سيركل على بعض الكلمات اللي بدنا نركز عليها. منبلش.
في بعض الكلمات التانيين رح نقراهم مع بعض، بس هودي الكلمات تعالوا نجرب نقولهم سوا بالأول. عندي بالأول س آ سا سام سام. فإذا عندي سام وعندي داد وعندي مج وعندي كوب وعندي بوكس وفي يزيد كمان هيد يعني خبر. تعالوا نجرب نقرا هول كلمات لحالهم بالاول ونرجع مننتقل للنص، هيك بصير اهين النص علينا. منبلش بسام. عندي انا the letter S. اعملوا معي the letter S. بيرجع the letter A. كيف بلفظوا؟ كيف بلفظوا؟ the short sound a s a sa m. the letter M sam sam. بعدين عندي هون كمان the short sound of A. عندي d a da d a da d dad dad. بيرجع عندي هون ال U. U مثل umbrella. umbrella شمسية. كيف ببلش أنا؟ a umbrella the short sound m a ma m a ma g mug mug. أخذناها بالحلقات السابقة. mug يلي هو الكوب يلي له مسكة بمسكه وبشرب فيه أنا شاي أو قهوة بقول له mug m a ma mug. بيرجع عندي the letter C هون بلفظها ك a cup 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 كمان يعني كوب ك a cup. فإذا sa sam da dad ma mug ka cup. وهون عندي b o bo bo box the letter x box. هون عندي h h hid 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 يعني خبة hid. فإذا h و i بلفظها لل i e hid hid يعني خبة. خلينا نبلش نقرأ النص مع بعض. عندي سام سام م أ ما مت يعني قابل قابل. سام م أ مت سامت داد سامت داد. سام مين قابل؟ قابل داد. سام مت داد. داد نفس الكلمة داد. في وحدة مثلها بس بدل الده بالأول بحط ه. داد ه هاد. خيرت أول لتر. طلعوا هون كان عندي أول لتر دي صار هون أول لتر H. داد هاد A. هجانيها قبل يلا جربوا لحالكم. م أ ما ج مج. داد هاد A mug. شو كان عنده؟ شو كان بيملك؟ mug الكوب يلي له مسكة. had هو verb to have بس بالماضي in the past tense. بتتذكروا قلنا I have, you have, he has, she has. هودي بالpresent بالزمن الماضي بقول I had, you had, she had, it had. يعني كانت تملك. منكمل سام كمان ها هاد اي لفظناها قبل ك كا كاب كاب. سام سام ب يو بو بوت بوت يعني وضع. هون ما لفظت ا لفظت بو او بوت يعني وضع. ذا ك ا كا كاب. put the cup in a بها bag bag. فإذا سام had a cup. سام كان عنده كوب. وين حطه للكوب؟ سام put the cup in a bag. حطه بالشنطة أو بالحقيبة.
Sam put the cup in a bag. Dad, dad. He hid. شو خبى dad? Dad hid the mug. Dad hid the mug. Dad hid the mug in a box. بحلبي. وين خبى المج؟ بحلبي. فإذا Sam met dad. Sam قابل dad. Dad had a mug. كان عنده كوب. Dad. Sam had a cup. كان عنده cup. Sam put the cup in a bag. وين حط الكوب سام؟ بحقيبة. Dad hid the mug in a box. بينما dad شو عمل؟ خبى المج in a box. بقلب علبة. الكلمات اللي تهجيناهم سوا وركزنا عليهم هن سام، داد، مج، كوب، بوكس، وهيد. هلا عندي بعض الأسئلة عن النص. جاهزين؟ أول سؤال: Who has a mug؟ مين عنده مج؟ تعالوا نشوف بالنص. سام مات داد، داد هاد a mug. داد كان عنده مج، بينما سام هاد a cup، كان عنده cup. تعرفوا شو الفرق؟ المج هي دايماً إلى مسكة، الكب ممكن تكون بلا كس بلا مسكة. فإذا داد هاد a mug. Who has a mug؟ خليني أرجع أكتب الأسئلة هون. حط Who had a mug؟ مين كان عنده مج؟ Dad had a mug. برجع بنقلها. Dad had a mug. تاني سؤال. Who had a cup؟ مين كان عنده cup؟ نحن قلنا Dad كان عنده mug وسام كان عنده cup. فإذا Who had a cup؟ مين اللي كان عنده كاب؟ Who had a cup؟ مين كان عنده كاب؟ Sam, not dad. بحط أنا Sam had a cup. ثالث سؤال وآخر سؤال. Where did Sam put the cup؟ وين حطوا للكاب سام؟ طلعوا. Sam put the cup in a bag. Where بتسأل عن المكان. Where did Sam put the cup؟ خليني اكتبها. Where did Sam put the cup؟ وين حطوا؟ طلعوا منيح بالنص أصدقائي. Sam put the cup in a bag. حطوا بحقيبة. طبعا. Sam put the cup in a bag. بقلب حقيبة. فإذا شو يعني bag؟ يعني حقيبة. ما تنسوا أصدقائي رجعوا اكتبوا هودي الكلمات عندكم. Sam, dad, mug, cup, box, hid. شو يعني hid؟ يعني خبى. وما تنسوا verb to have عم نستخدمه كتير لما يكون بالpresent tense. منقول I have, you have. مع he, she و it بحط has. We have و they have. بينما لما احكي انا عن الماضي بقول I had. مثل had, you had, he, she, it had. بالماضي ما منزيد s. We had, you had, they had. هلا أصدقائي اتدربوا عليهم شوي وأنا برجع لكم بالفقرة الأخيرة. Cup. Mug.
Mom. Dad. وهلا أصدقائي في عنا تمرينين مع بعض. أول تمرين أخذناه من قبل، تتذكروا أخذنا the parts of our body. شو منسمي هيدا البارت؟ This is my head. This is my neck. This is my arm, my hand. تعالوا نشوفهم مع بعض بالصورة. بدنا نكتب قديش عندي من كل بارت. عندي This is my head. كم head عندي أنا؟ One. حط I have one head. رأس واحد. يرجع طلعوا عندي my eye, my two eyes. كم عين عندي؟ Two. I have two eyes. This is my hair, يعني شعري. This is my ear. How many ears do I have? I have two ears. بعدين عندي one nose and one mouth. I have one nose and one mouth. بعدين This is my arm. I have two arms and two hands. This is my hand. Those are my fingers. كم أصبع عندي أنا؟ I have 10 fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. كم أصبع عندي بإيدي؟ 10 fingers. فإذن I have one nose and one mouth. I have two arms. And two hands, two arms, and two hands. بيرجع عندي. How many fingers? I have 10 fingers and 10 toes. Toes هني أصابع إجري. عندي. I have 10 fingers. In my hands. بإيدي عندي 10 fingers, 10 أصابع. I have two legs and two feet. One foot, two feet, two legs and 10 toes. بكتب. I have two legs and two feet. وآخر شيء I have 10 toes. فإذن one head. تعوا مع بعض ندل نحن وعم نقول عندي I have one head. I have two eyes. I have two ears. I have one nose and one mouth. I have two arms and two hands. I have 10 fingers in my hands. I have two legs and two feet. I have 10 toes. كم أصبع إجن عنا؟ 10. وكم أصبع عنا بإيدينا؟ 10. عنا two legs, two feet, two arms, two hands, two ears, two eyes. أما الرأس عنا one head, one nose, one mouth. ما تنسوا أساميهم وجربوا تكتبوها لحالكم. هلأ قبل ما نختم حلقتنا عنا exercise بدنا نعمله سوا. تعالوا نشوف شو بيقول ال exercise. Choose the right word. بدنا ننقي الكلمة الصحيحة. رح أعطيكم أنا الاحتمالات من عندي. The table has four. الطاولة عندها أربع إجرين. قول four. Pegs, beds, or legs? Legs has four legs.
L-E-L-G legs. بيرجع عندي. Here are three hands. جيجيت. Here are three. ثلاثة. Hands. فإذن كان عندي hands, eggs و pans. بس أنا عم قول دجاج مش قلم حبر ولا بيض. عم قول دجاج يعني hands are. Here are three hands. The teddy is on the على السرير أو على التخت. شو بقول؟ The teddy is on the عندي ned, red or bed. Bed سرير. The teddy is on the bed. وآخر شي عندي here are عندي سريرين. شو بقول؟ Here are how many beds? Here are two beds. Here are two beds. فإذن أصدقائي ما تنسوا اليوم عملنا مراجعة سريعة لأقسام بجسمنا. شو منقول بالإنجليش؟ Head, hair, eye, nose, ear, mouth. Arm, hand, finger, leg, foot and toe. وأخذنا legs, hands, bed. كلهم فيهم A. The letter E لفظته A. مثل له A. لا. Leg. ه A. ها. هن. به A. ب. Bed. وعندي teddy و table و verb to have. هون has. Here يعني هون. There يعني هونيك. أخذني هون من قبل. اعملوا مراجعة سريعة أصدقائي لكل شيء تعلمناه اليوم. أنا هلأ بدي ودعكم وبرجع بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. Sing a rainbow, sing a rainbow too. Come and sing with me. Red, yellow, pink and green, purple, orange, blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow too. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. واليوم رح تكون آخر حصة لهيدي السنة من الرياضيات. بدي إياكم كمان تنتبهوا وتجهزوا حالكم لأنه بالسنين اللي جاية رح يكون عنا حصص جديدة مع أشياء جديدة وأفكار جديدة حتى نتعلمها سوا. بهيدي الحصة اليوم رح نتعلم أو رح نتذكر شي يمكن نكون تعلمناه من قبل انتو بتتذكروه. خليكن منتبهين كتير منيح وما تنسوا دفتركن والقلم حتى تكتبوا كل الأشياء اللي رح نكتبها سوا على اللوح. ببداية هيدي الحصة خلونا نستمع سوا لأغنية حلوة كتير ومن بعدها منبلش بدرسنا. Adding up numbers, two or more, equals the total or the sum. Adding one plus one equals to the sum. Adding two plus two equals four, the sum. Adding three plus three equals six, the sum. Adding four plus four equals eight, the sum. Adding five plus five equals ten, the sum. Adding up numbers, two or more, in all the total or the sum. Adding six plus six and the total is 12.
Adding 7 plus 7, the total is 14. Adding 8 plus 8, and the total is 16. Adding 9 plus 9, and the total is 18. Adding 10 plus 10, and the total is 20. Adding up numbers, 2 or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, 2 or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, 2 or more, in all the total or the sum. Adding up numbers, 2 or more, in all the total or the sum. مثل ما اتفقنا هلأ رح نبدأ بدرسنا لليوم. اليوم بحصتنا رح نحكي عن فكرة تعلمناها من قبل، هي مقارنة الأرقام، يعني comparing numbers. بس كمان رح نشوف تمارين جديدة ونرجع نتذكر الأشياء اللي تعلمناها سوا من خلال الأشياء اللي رح نعملها. خليكن هلأ منتبهين لنكون مع أول تمرين على اللوح. السؤال بيقول compare the numbers below. Compare the numbers below. في أرقام بتكون أكبر من أرقام، في أرقام بتكون أصغر من غيرها، وفي أرقام بتكون متساوية يعني equal to. في أرقام الأكبر بنسميها greater than، الأرقام الأقل بنسميها less than، والأرقام المتساوية بنسميها equal، متساوية قد بعضها. بهيدا الدائرة اللي موجودة بين الأرقام رح نحط العلامة يلي نحن تعودنا نحطها يلي بتشبه تمول التمساح. تتذكروا التمساح يلي بحب ياكل الأرقام الكبيرة؟ بفتش على الرقم الكبير، بيفتح تمه وبياكله. يعني إذا كان الرقم الكبير موجود بهيدي الجهة، تمساح بيفتح تمه هيك، وإذا الرقم الكبير موجود على هيدي الجهة، التمساح بيفتح تمه هيك. إذا كانوا الأرقام متساويين ما في ولا واحدة أكبر، نعمل equal بهيدي الطريقة. فإذا بالدائرة لازم حط هيدي العلامة، هيدي العلامة، أو هيدي العلامة حسب الأرقام. خلونا نتطلع على أول مثال. قلنا تنعرف إذا الرقم هو أكبر أو أصغر لازم دايما أتطلع على الرقم المفرجيني التنز، العشرات. 6 tens 1 ten، أيها أكبر؟ 65 18. 6 tens 1 ten، يعني 6 tens هي أكبر، فإذا بفتح تمه للتمساح so بال 65 لأنه هي أكبر. 12 24، عندي 1 ten، عندي 2 tens، أيها أكبر؟ أكيد 2 tens، وتمه للتمساح رح يفتح المرة بالعكس حتى ياكل number 24 لأنه هو أكبر. 16 78 16 78، 1 10 7 10، أيها أكبر؟ أكيد 78، يعني تمه للتمساح بده يجي صوب 78 لأنه أكبر. 87 و 78، شوفوا الأرقام كيف مقلوبين، هون عندي 8 10 7 1، هون عندي 7 10 8 1. 8 10 و 7 10، أيها أكبر؟ أكيد ال 8، فإذا رح نعمل الإشارة بهيدا الشكل. 57 90 57 90، 5 10s و 9 10s، أيها أكبر؟ أكيد ال 9 هي أكبر من 5 10s و 9 10s، يعني ال 90 هي أكبر، والتمساح رح ياكل ال 90، رح يفتح تمه صوب ال 90 حتى ياكلها. 11 11، عندي 1 10 1 10، إذا كانوا التنز قد بعضهم بتطلع على الونز، عندي 1 1 1 1، يعني قد بعضهم. شو لازم حط؟ equal، لأنه 11 is equal to 11، قد بعضهم، ما في ولا وحدة ولا رقم أكبر من الثاني. بننتقل للمثال التالي 90 71، 90 فيها 9 tens، 71 فيها 7 tens، أيها أكبر؟ 9 tens أو 7 tens؟ أكيد 9 tens، فإذا رح أعمل هيدي الإشارة بهيدا الشكل. 12 45، 12 45، عندي 1 10 هون و
هون عندي 4 tens. فإذا ال 1 وال 4 أيها أكبر؟ أكيد ال 45، يعني حط هيدي العلامة. 43 29 4 tens 2 tens. أيها أكبر؟ أكيد ال 4 أكبر من ال 2. 4 tens هي أكبر، يعني ال 43 هي أكبر من 29. بحط العلامة بهيدي الطريقة. بعدين عندي 97 و99. انتبهوا منيح، عندي 9 tens وهون عندي 9 tens، قد بعضهم. بس هل الأرقام كله قد بعض الرقم؟ لا أكيد لا، لازم أطلع على الونز لحتى أعرف. هون عندي 7 ones، هون عندي 9 ones. أي هي أكبر، 7 أو 9؟ أكيد 9، لكن 97 هي أصغر من 99، 99 هي الأكبر. بحط العلامة بهيدا الشكل. هون عندي 23 2 tens، 23 2 tens، قد بعضهم. بنتقل للونز، عندي 3 ones و 3 ones، قد بعضهم، يعني هول الرقمين هن equal to each other، مشان هيك ما بحط ولا واحد أكبر من التاني. Comparing numbers، نحن هلأ عملنا مقارنة للأرقام والرقم الكبير حتى ينيلوا هيدا العلامة، لأنه تنتذكر براسنا أنه التمساح الجائع بيجول وبينتبه تيشوف وين في رقم كبير وبيأكله وبيترك الرقم الأصغر. اكتبوا هيدي الأمثلة عندكن على الدفتر وخليكن مركزين ومنتبهين لحتى ننتقل سوا للفقرة اللي جاية. رح نتابع سوا حصتنا مع تمرين جديد على اللوح. شوفوا على اللوح عنا تمرين عن comparing numbers، يعني مقارنة الأرقام، ولكن هالمرة يمكن يكون شوي صغيرة مختلف عن شو تعلمنا، بده شوي تفكير أكتر. إذا انتبهتوا منيح وركزتوا رح تقدروا تساعدوني حتى نحله مع بعض. خلينا نشوف شو هو السؤال. السؤال بيقول color the missing number greater than، يعني طلعوا منيح انتبهوا. هون أنا في عندي معادلة حسابية 7 plus شي رقم، واحد من هول الثلاثة أنا بدي نقيه لحتى كل هالمجموع يكون أكبر من 10. هيدا تمه للتمساح ما بتحسب هون، يعني بده ياكل هيدا الرقم، يعني هيدا هو الرقم الأكبر، يعني لازم يكون أكبر من 10. يعني أنا عندي هون 7، خلينا نجرب. إذا 7 زدت عليها 2، حط 7 in my head 2 on my fingers، 7 8 9 بيطلع الجواب. 9 هي greater than 10، أكبر من 10؟ لا أكيد لا. رح نجرب يلي بعده. 7 plus 3، 7 in my head 3 on my fingers، 7 8 9 10. 10 هي greater than 10، أكبر من 10؟ لا هن equal 10 و 10 كمان، مش هيدا ولا هيدا. خلونا نجرب رقم 4، ما بقى عنا احتمال تاني، بس خلونا نشوف كيف رح يطلع الجواب صحيح. 7 plus 4، 7 in my head 4 on my fingers، 7 8 9 10 11 11 هي greater than 10، صحيح. فإذا رح لون الرقم 4 لأنه هن قالوا لي color the missing number، يعني لون الرقم الناقص اللي لازم نحطه هون، يعني لازم اكتب هون 4. 7 plus 4 هي أكبر من 10. فهمتوا كيف؟ رح نتابع سوا وهالمرة أنتوا رح تساعدوني أكتر. 23 plus رقم من هول الأرقام تيعطيني رقم مجموع أكبر من 30، greater than 30. خلونا نجرب. 23 plus 6، أول شي رح نجرب هاي. 23 in my head 6 on my fingers، 23 24 25 26 27 28 29. Is 29 greater than 30؟ No، 29 هي less than 30، فإذا ما فيني أخذ هيدا الاحتمال. 7، خلونا نجرب. 23 plus 7 23 in my head 7 on my fingers، 23 24 25 26 27 28 29 30. Is 30 greater than 30?
أكيد لا، لأنه 30 و 30 هن equal to each other، منه greater، لكن هيدا الاحتمال بيروح بضل عند الاحتمال الـ 8 يلي هو صحيح. بقدر لونه إذا بدكم تجربوا تتأكدوا 23 plus 8 23، بحطها براسي 8 on my fingers، 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 هي أكبر من 30 نعم صحيح 31 is greater than 30، يعني هون بكتب 31 greater than 30. ننتقل للمثال التالي 19 plus 8 or 5 or 10 is greater than 27. 19 plus 8، بحط 19 in my head and 8 on my fingers. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 أكبر من 27؟ لا. 5 إذا حطيت ال 5 19 plus 5 كمان رح يطلع أقل، لأنه الـ 5 هي أصغر من 8. 19 plus 10 19 و 10، بجمع الـ 10s مع بعضهم بيطلع 29. الرقم 1 plus 1 بيعطيني 2 و 9 plus 0 بيعطيني 9. 29 is greater than 27، نعم صحيح. فإذا رح لون هيدا الرقم. ننتقل لهونيك 12 بلس واحد من هول الأرقام رح يعطيني رقم أكبر من 15. 12 بلس 2 12 براسي 2 on my fingers 12 13 14 is 14 greater than 15؟ no. فإذا مش number 2. خلونا نجرب لي 3 12 بلس 3 12 in my head 3 on my fingers 12 13 14 15 is 15 greater than 15؟ no. دل عند الجواب 4، يعني هون plus 4. خلونا نجرب 12 plus 4 12 13 14 15 16 is 16 greater than 15؟ yes. فإذا الجواب الصحيح هو 4، ورح لون هيدا الخانة، هيدا المربع يلي فيه number 4. 33 plus واحد من هول الأرقام ليعطيني number bigger greater than 41. 33 plus 8 33 in my head 8 on my fingers 33 34 35 36 37 38 39 40 41 greater than 41 لا equal to 41. بعدين 9 33 plus 9 33، بحط 9 على أصابيعي 34 35 36 37 38 39 40 41 42. is 42 greater than 41؟ yes. فإذا الرقم الصحيح هو 9. رح لونه. وآخر مثال معنا 50 plus واحد من هول الأرقام ليطلع عندي greater than 62. 50 plus 10 بزيد ال 10s على بعضهم 5 plus 1 بيطلع 6 و 0 60. is 60 greater than 62؟ no. 50 plus 11 50 بحطها براسي وبجرب زيد عليها، لأنه هون عندي 10 كمان 1 10 يعني 60 و 0 plus 1 يعني 61. 61 هي greater than 62؟ أكيد لا. إذا زدنا 14 50 plus 14 5 plus 1 هي 6 5 plus 1 هي 6 و 0 plus 4 هي 4 64 is greater than 62؟ yes. فإذا الرقم هو 14. بقدر لونه. اكتبوا هودي التمارين والأمثلة عندكم على الدفتر، تدربوا عليهم منيح، اعملوا comparison للنمبرز، مقارنة للأرقام، compare numbers، وتذكروا اللي تعلمناه كتير منيح، وخليكم متابعين معنا لحتى نشوف سوا شو رح يصير بالفقرة اللي جاية. Third
27 is greater than 27. 78 is equal to 78. 21 is less than 40. 63 is less than 75. 50 is equal to 50. 89 is greater than 80. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا لليوم. هيدي فقرة الأشغال اليدوية، فيها منعمل فكرة كتير بسيطة من الورق أو الكرتون حتى نطبق الدرس اللي تعلمناه بخلال حصتنا. واليوم أنا اخترت كرتون من اللون الأزرق بلو كاردبورد، وعليهم رح أرسم elephant يعني فيل. رح أرسم فيل كبير ورح أرسم فيل صغير، وهيدا الفيل الكبير رح يكون greater than الفيل الثاني، حتى نتذكر comparing numbers كيف كنا عم نقول a number is greater than number تاني. رح بلش ارسم الفيل هذا أول فيل الكبير، وهلأ رح أرسم الفيل الصغير. أكيد فيني أعمله على ظهره. زخرفة أو أي شيء، لأنه بتعرفوا الفيل ببعض البلدان بيطلعوا على ظهره وبيتنقلوا عليه، فبيكون في مثل سجادة أو حريم بحطوه، بيكون هيدا السجادة عليها زخرفة معينة حسب البلد. فيكن انتو تعملوها بالألوان اللي انتو بتحبوها. وهلأ رح ارسم الفيل الصغير. كمان هيدا رح ارسم له على ظهره. بس غير نقشة. وبعدين رح استخدم المقص حتى اقص هيدا الفيل. اكيد بدي اياكم انتو تطلبوا مساعدة حدا اكبر منكم، لانه المقص ممكن انه يأذي لنا ايدنا. بتعرفوا انه الفيل عنده ذاكرة كتير كتير قوية، يعني بيقدر يتذكر وين في مي لإله لحتى يروح ويشرب منه، بيتذكر وين هو وماشي بالطريق شاف مي هيك مستنقع أو جورة صغيرة أو مكان فيه مي، بيقدر يتذكر كتير منيح، ذاكرته كتير قوية. ونحنا مثل الفيل بدنا نعمل، بدنا نتذكر الأشياء اللي تعلمناها كتير منيح. وانا هلأ عم قص على الخط يلي رسمته، وانتو اذا عملتوا هيدا الفيل فيكن مثل ما قلت لكم تلونوه بالالوان اللي بتحبوها، فيكن تلعبوا انتو واخواتكن ورفقاتكن واولاد الجيران، تحطوا عليهم ارقام. على الفيل الكبير منحط رقم كبير، وعلى الفيل الصغير منحط رقم صغير. وهلأ تاني فيل كمان الصغير رح قصه.
وهيك أنا وعم قص على الخط مزبوط عم بقدر خلص الفيل مثل ما أنا رسمته. هيك صار عندي فيل كبير وفيل صغير. على الفيل الكبير رح أكتب رقم مثلاً عمرة للماما 38. أوكي رح أكتب هون 38 ورح أكتب على الفيل الصغير عمري أنا، يعني مثلاً أنتوا قدي عمركم 12 أو 10 رح تشوفوا أنه 38 is greater than 10 أكبر. هيك بتشوفوا الفيل قديش هو كبير، تتأكدوا أنه 38 هي أكبر من نمبر 10 يلي موجود على الفيل الصغير. وأنتوا كمان فيكن تعملوا قد ما بدكن فيل أو حيوان تاني، بتعملوا منه الحيوان الكبير والأصغر، وهيك بتقدروا تحفظوا أنه في أرقام بتكون greater يعني أكبر من أرقام تانية. هيدا كانت آخر حصة بهيدا الموسم من الرياضيات. أنا كتير استمتعت معكم وانبسطت أنه كنت عم علمكم هالمادة، ومبسوطة أنه أنتو كمان استفدتوا. لحتى ما تنسوا الأشياء اللي تعلمتوها كررون وعيدون ورجعولن دايما، وضلكن دايما منتظرين لأنه نحن عم نحضر لكم موسم جديد حلو كتير فيه معلومات كمان مفيدة ومهمة لإلنا. هلأ رح ودعكم ورح أترككم تستمعوا لأغنية حلوة كتير، ومن بعدها بتكون خلصت حصتنا. ودعكن وبقلكن إلى اللقاء. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. White, brown, white. White, brown, white. White, brown. What's next to hide? The color white. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Chicken, cow, tree. Chicken, cow, tree. Chicken, cow. And the image to be is the image of a tree. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Circle, triangle, square. Circle, triangle, square. Circle, triangle. And what goes there? The shape of a square. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. 4, 6, 9. 4, 6, 9. 4, 6. And the next on the line is the number 9. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself.